وبقيت الزهراء عليها السلام نموذجا للعفة والشرف يتحدث عنه الأجيال جيلا بعد جيل. أيننا عن الزهراء في هذه المساحة من حياتها؟ ما تركها ذلك الذي هجم على بيتها إلا بعد أن رأى الدماء تسيل من تحت الباب، فأدرك أن الزهراء أسقطت جنينها بأبي وأمي. بعض العلماء يقول لا، ينقل صورة أخرى يقول الإسقاط ما صار بهالشكل، ما الذي جرى؟ قال ودخل إلى بيت الزهراء فرأى الزهراء قد لاذت بين الباب والجدار، يقول رأيتها مرتاعة خائفة مرعوبة، فرق قلبي لحالها، ما الذي فعل؟ أتركتها؟ قال لا، تذكرت سحر محمد وولوغ سيف علي في صناديد العرب، فرفعت رجلي ورفستها فأسقطت جنينها المحسن. أين المنادي وفاطمة؟ أين المنادي وسيدتاه؟ عز على أمير المؤمنين أن تضرب الزهراء، عز على أمير المؤمنين أن تعصر الزهراء، لكنه قيدته وصية من ابن عمه. وقعت فاطمة على فراش المرض، صار أمير المؤمنين يطببها ويعمل على تمريضها، لكن كلما مر علي على الزهراء وهي ممددة على الفراش سالت دماء قلبه، ينفطر قلبه لأنه يسمع الزهراء تصيح آه آه. وكلما تأوهت الزهراء تأوه علي عليه السلام، كأني بعلي جاء عند فراش الزهراء، إش زايد عليك اليوم يا زهراء تلوجين بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي يا ولادك بالبواجي مذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبيني بوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة، زوج عقب عيني ابو حسين بامامه، بس الله الله عقب موتي بهاليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوني
طلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي لليوم من ضرب الرجيس ما سكن روعي وبعدي على المختار ما نشفت دموعي طبلي ولطمني فوق خدي ومحجر العين قال هالوصل ممدوح بالسبع المثاني انت يا زهرة والنبي جنت واركاني وهسا انهدم يم الحسين ركني الثاني جدد علي الحزين يا ست النساوي صاحت أبا الحسن عندي عتاب عليك يا علي قالت عتابك على القال عتابك على العين وعلى الرأس ما عتابك يا فاطمة متعجب العالم من أفعالك يا كرار بالدار جالس والعدو يهجم ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار وانا انتخب فضة وجنيني خرب الاعتاب صار امير المؤمنين بعد ان ماتت الزهرة في كل ليلة يخرج الى قبرها يأتي في منتصف الليل يرمي بنفسه على قبر الزهراء في ليلة من الليال غفت عين علي على القبر تراءت له أم الحسن صاحت يا علي ما جلوسك على قبري عجل بالرجوع إلى الدار عجل علي بالرجوع إلى الدار لما وصل إلى المنزل فتح الباب وإذا بزينب قد استيقظت وهي تدور في أرجاء المنزل وتخاطب أمها بلسان الحال اتقلها يما والله يما 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 انا الليل عقبك ما انام انام والله يا يما الدهر صوبني بسهام والله يا يما الدهر صوبني بسهامة والله يا يما بقينا من بعدك يتامى يتامى صار علي كلما اشتاق إلى الزهراء أخذ أولاده خرج إلى قبرها
لكن أسألك يا موالي، أسألك يا مؤمن، إذا اشتقت إلى قبر فاطمة تقف على أي قبر؟ تقف على قبر أم البنين، تقف على قبر رسول الله، تقف على قبر الحسن، لكن إذا اشتقت لقبر فاطمة أي قبر تقف عليه؟ يا مؤمن عندي وصية، إذا رحت البقيع تزور، سايل وين قبر اللي ماتت والضلع مكسور؟ صيحوا في القلب حسرة ومنك تجري العبرة، وقبرك وين يا زهرة؟ مالك قبر يملك قبور، مالك قبر يملك قبور. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا الله.